سلام حبوباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. البنات، حبيت بك نقولكم باللي نشكركم كامل على تعليقاتكم وعلى تفاعلكم معايا وعلى حبكم ليا. ان شاء الله نكون نفيدكم بهذو الفيديوهات اللي راني نحطهم لكم. نتمنى كل واحدة تستفاد منهم. اليوم البنات جيتكم فيديو جديد نقدم لكم فيه تشكيله من جرادة القطيفه او ربات او بدعيات او دشاديش، كل منطقه كيف يسموها البنات. نخليكم مع الفيديو البنات، نتمنى يعجبكم. عندنا الموديل اللي هو الحبيباتي كي معاكم تشوفوا، هذا جاي في قطيفة الهواء، جاي مدخلي له الدونتيل. مام هذا جاي في القطيفة، مدخلي له الدونتيل في ليمونش وفي الكتاف ومام في الصدر. هذه رقعة في القطيفة كلاسي في البلو، جاية كرواسي، دايلها هذا لي موتيف في الصدر. هذه في الفير، جايه بهذا الكالو في الصدر وفي ليمونش، جايه بزاف شارجي. وظهر نتاعها كيما راكم تشوفوا بنفس الكالو، دايرينها في الظهر وفي الحزام نتاعها. هذه جايه في قطيفة الهواء، جايه كرواسي ليمونش، دايرينهم اون فوار. هاي ثاني جايه كرواسي بتكماش لي فرونس شويه عند تحت الصدر، وجايه ليمونش تاعها طرواكار. برسك البنات الجبه تاع القطيفه كل لي مونش تاعهم راهم طرباكار. هذه في البوردو، هذه ثاني في قطيفه الهواء، دايرها مونش فيها طونتيل راكبه مدوره بكل لي بابيو في الكتف وفي الرقبه. هذه البنات في قطيفه الهواء برضو البنات، دايرها هذو لي فلور في لي مونش، ودايرها يد وحده بالطونتيل. هذا بزاف شباب البنات، هذا الموديل عجبني. عندنا هذه ثاني في قطيفة الهواء، ندخل هذا الطونتيل في ليمونش، ودير لها ركبة مدورة كول باطو، وهذا كي الكالو في الصدر. هذه في البلو، تعرف صحة ثاني ديري لو في وديري لو نفس الكالو اللي في الصدر، ديري لو لها في الظهر. هذه قطيفة الهواء، ديري لها هذا الكالو في الحزام نتاعها وفي الركبه نتاعها. هذه في القطيفه، دير هذا التيل في ليمونش، ودير لها الكالو هذاك في الصدر. هذه بيجامه البنات ثاني بزاف شابه، دايرينها في قطيفة الهواء، جايه اون فورم، وجاي البونطالون نتاعها بنفس القماش. هذه ثاني مليحه للعرس ولا المناسبات البنات، دير لها ركبه كول باطو بالكالو ما من هنايا الصدر. وال هذه في نوار، جايه سامبل، دايل هذا الكالو في لي فلور، ودايل خليلها طونتيل. هذه جايه جابادور، هذه جايه من تحت سبورت في، ودايلها الركبه نتاعها مدوره ولي مونش مفتوحين وبلي بيير هذوك. هذه بيجاما ثاني، دايلها البونطالون نتاعها جاي سليم، دايلها نتاع الفوق دروات، ومدخلي لها قطيفه نورمال. هذه بزاف شابه البنات، جايه بهذو لي موتيف في الركبه نتاعها، جايه كرواسي لي مونش طوال، ميم هذوك لي موتيف ديالهم في لي مونش. هذو بيجامات ثاني اون فون قطيفة الهواء، مدخل هذاك الطونتيل في الزر نتاعها. واو هذه بزاف شابه البنات باردو البنات. هذه جايه في الكروفيت، داير هذاك الكالو في الركبه نتاعها. مام هذه، هذو لي فلور البنات راهم يتباعو بارت، وعند لي يبيعو دوزا الخياطة راهم كامل يبيعو فيها. هذه ثاني جاية البنات، راها اون فورم تاع ليمونش، راه خارج بالبزاف سنا. هكذا البنات الفيديو تاع نهار اليوم خلاص. نتمنى البنات إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلي لايك ومشاركة الفيديو مع صحابيتكم وحبابيتكم، تخلوا لي تحت آراءكم وتابوني في لاشين باش يوصلكم كل جديد. نخليكم البنات في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.